أعلن على حضراتكم من هذا المكان العريض المفعم بكل معاني الوطنية والمرور عن تنشيط مشروع الوطن العظيم لتربية أقليم قناة السويس. ونحن نبدأ الخطوات العملية لمشروع مصر المستقبل بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة الشروط والتي تم اختيارها طبقا لمعايير التقييم الموحدة والتي تميزت بالمرجعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. ومن المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في حدود 9 شهور من الآن، مع التأكيد على أهمية طرح الحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الوطن والخبراء في مصر الحديثة، حيث أنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة. لقد كان اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق يرجع إلى السمعة العالية الطيبة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكثيرة. ونحن على ثقة تامة من قدرة هيئة القناة ورجالها المخلصين على الوفاء بالتزاماتها كاملة وتنفيذ هذا المشروع القومي بكل كفاءة واختبار. إن الإعلان عن تدشين هذا المشروع القومي اليوم هو البداية الحقيقية للمضي قدما في تحقيق الحلم المصري في التنمية الشاملة في ربوع مصرنا الحبيبة، وحتى ينمى أبناء هذا الشعب العظيم بثمار ثورتين المجيدتين في 25 يناير و 30 يونيو. وندعو الله أن يوفقنا لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس إن شاء الله. نحن الآن نواجه صعوبات سياسية، أمنية، اقتصادية، نفسية، ولكن إذا نظرنا للمستقبل وما يمكن أن يؤدي إليه فسنجد إن كل ما تحملناه قليل بما يمكن أن نتيحه من فرصة هائلة لمصر لكي تنطلق. فأنا هقول في الحتة دي نقطتين. النقطة الأولانية هي إنه أنا بأرى إنه عندنا استحقاق سريع هو الاستفتاء، وهذه مرحلة لحظة حاسمة، بس مش كل حاجة، بس لحظة حاسمة ويجب أن نأخذها بكل الجدية والإصرار على النزول. ستواجهنا مشاكل هنا وهناك أنا متصور، ويجب أن نتوقع هذا وأرجو أن يتحقق، ولكن سيكون من السذاجة أننا نفتكر أن كل شيء هيبقى سهل. لكن أيضا أود أن أؤكد أن الدولة متيقظة تماما ومتخذة كافة الإجراءات، والدولة في هذا المجال لا أستطيع أن ننكر أنها ذات خبرة طويلة في التعامل، ولذلك أنا متأكد إنه الحماية اللي هتوفرها الدولة ستكون هامة وكافية، ولكن ينبغي أن ينزل كل المصريين، لأن الهزيمة تبدأ بالداخل. إذا واحد شعر إنه إلي سمع خبر غير سعيد وتخلى عن واجبه، هو مشارك في إضعاف هذه الدولة. الطلب الأول لكل مصري يشعر بهذه البلد هو النزول، وعايز أقول أيضا إن هذا النزول سيكون أحد وسائل الدفاع عن الأمن والاستقرار، لأنه لن يفي أعداء هذا الوطن قد ما يشوفوا الجموع الغفير. هذا هو الأمر. بس عايز أيضا أقول لما حننتهي من هذه المرحلة الهامة الدقيقة هيفتتح أمامنا باب الأمل والتفاؤل بالمستقبل. وهذا المشروع ده مش مشروع، ده مجموعة مشروعات، ده أفق جديد هيفتح آفاق هائلة لتقدم مصر، وسيصاحبها أيضا آفاق أخرى في أماكن أخرى.
بس ورد ايضا ان نتذكر ان هذا لن يتم بالتمني باعداد الدراسات بعقد المؤتمرات، انما سيتطلب من الناس جميعا العرق وربما الدموع وارض الا تكتمل بالدماء. لن تتقدم هذه البلد الا بالعرق. مطالبه بالحقوق قبل ما تأدي للبلد، هذا امر لا يليق برجال. كينيدي لما جه في رئاسته اشعل المشاعر لانه قال لهم، قال للامريكان لا تسالوا ماذا قدمت امريكا لنا، لما كل واحد يسال نفسه ماذا قدمت لامريكا. هذا الكلام ينطبق علينا، مش كل واحد انا عايز كذا، انت عملت ايه؟ فاللي انا عايز اقوله انه بانتهاء هذه المرحله وبدايه الدخول هي مرحله الجديه والمسؤوليه، مسؤوليه كل واحد قبل ما يسائل الحكومه تعليمه شوف هو بيعمل ايه.